بأقصى قدر من الحرية. حاكم الشارقة يفتتح الدورة الثانية للمؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة. والمعرفة ذلك من إدراك كامل. ونصلح وضعهم ونصلح ديونهم وإن شاء الله والخير عام والخير خير كثير. أيضا حاكم الشارقة يوجه بتشكيل لجنة لعلاج مشكلة ديون المواطنين، كما يوجه بتحويل موظفي الجوازات بالمطار على الكادر المحلي جميعا. واستشاري الشارقة يصادق على مشروع الرد على خطاب الافتتاح لحاكم الشارقة ويثمن ثقة سموه بالمجلس. أبرز وأهم عناوين أخبار الدار تأتيكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، معي سعيد بوغازيين، فأهلا بكم وأدعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. من الإمارة الباسمة تنطلق أخبارنا، فتحت شعار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ثقافة وتراث الإمارات تقويم جهود التوثيق، انطلقت بجامعة الشارقة صباح الخميس الدورة الثانية للمؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات. بجاذبيته القيادية الفذة وبالمهارات الخطابية الحماسية الفصيحة والمؤثرة التي تمتاز بها شخصية سموه والقادرة على نقل الرؤية وكسب ثقة الآخرين وإقناعهم، سلح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أبناءه الكتاب والمثقفين والأدباء في حفل افتتاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمرهم العام بجملة من المفاهيم المتعلقة بالثقافة كوسائل وضوابط يستعينون بها في جهودهم لتطوير ثقافتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على دعوتكم لي لحضور مؤتمركم هذا ثقافة وتراث الإمارات. وقبل أن تبدأوا مؤتمركم أحببت أن أدلي ببعض الكلمات علها تنير طريق النقاش، وهي: التعريف بالثقافة، مكونات الثقافة، والمبادئ العامة للتطور الثقافي، وكذلك علاقة الثقافة بالتراث. فقلت: الثقافة في علم الفلسفة تعني ما هو مختلف عن الطبيعة، أي ما هو مكتسب وليس فطريا. وفي علم الاجتماع تعرف الثقافة بأنها ما هو مشترك بين جماعات من الأفراد وما يوحد بينهم. أما منظمة اليونسكو فتعرف الثقافة بمعناها الواسع بأنها مجموعة من الخصائص المميزة روحية ومادية، فكرية وعاطفية، تسم مجتمعا أو مجموعة اجتماعية، فهي تشمل فضلا عن الفنون والآداب أنماط الحياة، الحقوق الأساسية للإنسان، منظومات القيم والتقاليد والمعتقدات. هذا الخزان المشترك يتطور عبر الزمن بواسطة وفي أشكال التبادلات، وهو يتشكل في أساليب مختلفة في كينونة، في التفكير، في العمل، وفي التواصل. ونتيجة لسوء استخدام لغوي كثيرا ما تستخدم عبارة ثقافة لتعني فقط عرض ممارسات وخدمات ثقافية في المجتمعات الحديثة، خاصة في ميداني الفنون والآداب،
لكن الثقافة لا يمكن أن تقتصر على مفهومها العلمي، ذلك لأنها كما يشير تعريف اليونسكو تعني القيم التي نختار أيضا من خلالها علاقتنا بالعلم، فهي بهذا المعنى تتعلق بالمجموعة السياسية للإنسان أكثر من تعلقها بالنوع كموضوع للعلم. ثقافة فردية وثقافة جماعية. الثقافة الفردية هي الثقافة الشخصية لكل واحد، وهي بناء كل شخص لمعارفه، الأمر الذي يعطي الثقافة العامة لهذا الفرد. أما الثقافة الجماعية فهي ثقافة شعب ما، الهوية الثقافية لهذا الشعب، أي الثقافة الجماعية التي ننتمي إليها. فالثقافة الفردية تحتوي على عنصر الإعداد والتحضير، أي حركة البناء، فهذا إذن متطورة فردية. أما الثقافة الجماعية فهي تنطبق على وحدة مثبتة للهويات، مرجع للقيم، مرتبط بالتاريخ، فن مندرج تماما في المجموعة، قيمتها هي في الاستقرار المجمد في الماضي وفي العودة للتاريخ لتنبعث من جديد. عندما انبعثت الثقافة في عالمنا العربي كانت قائمة على التراث الثقافي المجرد، وقد ظهر كعنصر حاسم للتنوع الثقافي. وفي التعريف الذي تعطيه اليونسكو للتراث الثقافي المجرد جاء ما يلي: هذا التراث الثقافي المجرد الذي ينقل من جيل إلى جيل، تعيد خلقه باستمرار الجماعات والمجموعات حسب وسطها وحسب تفاعلها مع الطبيعة ومع التاريخ، ويمنعها الشعور بالهوية والاستمرار مساهمة كهذا في تشجيع احترام التنوع الثقافي والإبداعي الإنساني. إذا أردنا أن نطور ثقافتنا بالتواصل مع الغرب فيجب علينا أن نضع ضوابط لذلك التواصل، حيث أن كثيرا من الدول الغربية علمانية ولديها حرية التعبير بجميع الوسائل، ومن العناصر المكونة لتلك الضوابط هي القيم والقواعد والنظم. القيم، يجب مراعاة القيم الاجتماعية والمعتقدات الإسلامية. القواعد، تسن القواعد استجابة لوضع نظام للسلوك يجب على الأشخاص أن يحترموه في مختلف الأوضاع. كل ثقافة لها مناهجها لفرض قواعدها التي تسمى عقوبات، وللقواعد التي يفرضها المجتمع قوة القانون. النظم، معظم النظم الثقافية هي مؤسسات عمومية أو مؤسسات جمعياتية، لكن مرتبطة بقوة بمؤسسات عمومية: أكاديميات، متاحف، مكتبات، مكتبات وسائل الاتصال، معاهد فنية، دور الشباب. وفوق كل ذلك تأتي وزارة الثقافة. وأختم كلمتي بمقولة غاندي: أنا لا أرغب في أن أسد كل نوافذ منزلي وأحيطه بأسوار من جميع الجهات، بل أرغب في أن تهب ثقافات البلاد كلها على منزلي بأقصى قدر من الحرية، لكنني أرفض أن تفقدني أي منها توازني. أشكر لكم إصغاءكم وشكرا. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أكد في كلمته جهود الوزارة في هذا المجال وحرصها على جمع وتحقيق ونشر كل ما يدعم الثقافة والتراث الإماراتي في إطار الاسم الكريم دورة الشيخ خليفة. أحيي فيكم ما يمثل ذلك من تقدير واعتزاز بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هذه القيادة التي جعلت من دولتنا دولة ناهضة ومتقدمة
تمثل مشعلا للحضارة ومنارة للفكر والمعرفة. أحيي فيكم أيضا ما يمثل ذلك من إدراك كامل توقعات القيادة والمجتمع منكم. أنتم قادة الفكر والثقافة في المجتمع. نعلق عليكم وباستمرار آمالا وطموحات عريضة في أنكم وبالفعل قادرون تماما على الإبداع والإنجاز الذي يعزز لدى كل منا الإحساس بالهوية الوطنية، والذي يؤكد في نفوسنا روح الانتماء والولاء للوطن. وقد استطاع اتحاد كتابي وأدباء الإمارات أن يكرس وجوده نشاطا ومشاركة على الصعيدين المحلي والعربي، وهو ما أشار إليه حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس مجلس أمناء المؤتمر في كلمته. وبدوره ثمن محمد سلماوي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب دعم صاحب السمو حاتم الشارقة للأدباء في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث استطاع سموه بنظرته الثاقبة أن يحدد الأولويات الوطنية لهذا الوطن. وعرف منذ البداية أن خط الدفاع الأول والأخير عن هوية الوطن العربي وعن ثقافته وعن شخصيته وعن مستقبله، هذا الخط الأول والأخير هو الثقافة. الدورة الثانية للمؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات يبحث على مدى يومين تقويم جهود توثيق الثقافة والتراث الإماراتي عبر أوراق عمل يقدمها باحثون إماراتيون وعرب متخصصون، يتشاركون بعدها مع حضور المؤتمر من كتاب ومثقفين إماراتيين مناقشتها وإثرائها بما يساهم في النهوض بمستوى الآداب والفنون بالدولة. هذا وسوف يبث تلفزيون الشارقة في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم حفل افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لكتاب وأدباء الإمارات الذي شهده صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مبادرة جديدة تضاف لمبادراته وابتسامة جديدة أضيفت لابتسامات أبناء الإمارات الباسمة. عنوان تلك الابتسامة كانت توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتشكيل لجنة لدراسة وعلاج مشكلة ديون مواطني الشارقة على أن تحل في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة. نحن في الشارقة ناخذ الآن، يعني صار لنا كذا سنة ناخذ الديون ونحلها عدل. كثير من الناس، يعني أنا ما أبغي أقول، لكن الناس اللي وصل اللي تحلت مشاكلهم كثير، لكن ما بكلهم، وفي ناس ما وصلهم لكن الحين من هذا الباب الخير هذا اليوم عشان الابتسامة هذه بعد تنتشر نقول أن الديون مواطني الشارقة أنا كفيل بعلاجها. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله ونحط البسمة على الناس والفرحة وتدخل كل بيت. وهذا كيف هذا صاحب الدين؟ هذا شو هم بالليل خزي بالنهار؟ هذا انت ما تتصور، يعني هو المديون وانا التعبان، يعني ما تتصور انت، يعني هو يتحسن نحن ما نحس به، والله نحس، لكن اللي يطيح في ايدنا نحن نوصله، لكن هالحين لا، لبيك انا جايينك لبيتك، شو اسوي الان؟ نعمل لجنة وتلف على هاي الناس أصحاب هذه الديون، الديون يعني المعقولة ها؟ نعم. ونصلح وضعهم ونصلح ديونهم وإن شاء الله والخير عام والخير كثير، تسمع؟ نعم. وإن شاء الله تعود البسمة في كل بيت. الابتسامة التي زرعت في تلك الوجوه لم تقف عند هذا الإعلان فحسب، بل تعدته إلى جانب حياتي آخر في إمارة الشارقة، إذ وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتحويل موظفي الجوازات بمطار الشارقة على الكادر المحلي لحكومة الشارقة برواتبه ومزاياه. نفتح الباب نوظف العدد اللي يسكر
المنضدات هذه كلها. جزاك الله خير. وبمرتبات مجزية. جزاك الله خير يا طيب. وفوق هذا ابتسامة. جزاك الله خير يا طويل. الله يديم عليك الابتسامة. جزاك الله خير يا طويل. أنا كلمت يعني طارق بن خادم الحين. نعم طال عمرك. وكلفت بهذا الموضوع يعني. على حكومة الشارج طويل عمر. طبعا هي الحال واحد ما عندنا فرق يعني. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خير. يعني نحن اللي ينقص عليهم نحن نكملهم. واللي ينقص من عندنا نحن هم يكملونه. جزاك الله خير. احنا يعني كلنا يعني نخدم البلد يعني. المبادرات الاجتماعية شكلت عنوانا دائما في أغلب مداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتعود من جديد في دعوة وجهها سموه إلى أبنائه وبناته بضرورة التخفيف عن كاهل الآباء والأمهات، معربا على دعوته أيضا لزرع الابتسامة في وجوه الآباء والأمهات. ونحن بنقول كذلك يعني على المرأة رأفي بالرجل، ونقول على الولد رأف بأبوك. هذا الأبو ما تتمنى دمعته يعني صدقت على خده يعني بشكل هذا. أنتم ما تدرون يعني أنا أكلم المرأة وأكلم الولد هذا والبنت، أنتم تدروا أبوكم هذا شو يعاني من وراكم قبل ما يجيكم يطالعكم فيكم يمسح خده من الدموع اللي كانت نازلة. ليش؟ لأن ما تعرفون أنتم حالة اللي واصل لها هكذا. فنحن نقول أرأفوا بهم، أنتم رأفوا بهم بس بالطلبات، وأما الثانية أنا كفيل به. ونرجع البسمة إن شاء الله في كل بيت، والناس كلها إن شاء الله تكون وتكون سعيدة، ما تكون زعلانة، ما تكون يعني هل أترك أنا البيت يصير نار جهنم؟ لا يا أبي، خلي البيت جنة. خلي البيت جنة. اليوم الرجل طافش من البيت، شو مطفشنا من البيت؟ وخلال مداخلة سموه التي لم تقتصر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، عرج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للجانب الرياضي في الإمارات، لافتا إلى أن المجال الرياضي مجال أخوي قبل أن يكون تنافسيا، وهي ابتسامة أخرى دعاها لأن ترتسم على وجوه الرياضيين. وردا على مطالبات جماهير الناديي الشارقة والشعب لمشاركة صاحب السمو حاكم الشارقة لحضوره الديربي، أجابهم سموه: عالم الكرة يعني شجون. نعم. واليوم أنا ما أقدر أدخل، يعني في ناس يقولوا خلي الشيخ يجي، أنا بكون هناك شاهد ومشدود. نعم. يمكن الثانيين حد شرق وحد غرب، لكن أنا وين بكون؟ عدل، كلهم عيالك طول. لا لا. إيه ما بيصير متشتت أنا بكون. عدل. فيعني يعفوني. إلى رأس الخيمة، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة في قصر سموه سعادة عبد القادر شيخي محمد الحاتمي سفير جمهورية الصومال الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير لبلاده لدى الدولة. مشاهدينا ومستمعينا، نشرة أخبار الدار ما زالت حافلة بالكثير، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد فاصل إعلاني قصير. المجلس الوطني للإعلام يعقد ملتقاه السنوي الأول للشركاء والمتعاملين، ويستعرض الخطة الاستراتيجية 2014-2016. عودة لإمارتنا الباسمة، حيث عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته العامة الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن، وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة. نازك الشمري والتفاصيل. عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته العامة الخامسة برئاسة سعادة عبد الرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري، وفي بداية الجلسة ألقى سعادته كلمة أشاد فيها بنجاح حملة قلوبنا مع أهل الشام التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. كما ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، حيث قام
أعضاء المجلس بإبداء وجهة نظرهم في كل توصية، ثم أقر المجلس توصياته في هذا الصدد. اليوم تمت طبعا إقرار توصيات الشؤون الإسلامية للأوقاف بعد أن تم رفعها من لجنة التوصيات بعد إعدادها طبعا، وعرضت على المجلس وتم مناقشتها أمام الأعضاء وتم إقرارها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تسهم هذه التوصيات في رفع طبعا في تطوير المساجد في إمارة الشارقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع الرد على خطاب الافتتاح لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والوارد من لجنة الرد على خطاب الافتتاح، ثم تقدم سعادة عبد الرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس بالشكر إلى أعضاء لجنة الرد على خطاب الافتتاح على جهودهم المخلصة في إعداد هذا المشروع. صار نقاش بنا من جميع الأعضاء، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الرد موفق، إن شاء الله يعبر عن لعن قليل عن ما يدور في جيوشنا تجاه هذا الحاكم الحين، ومثل الساري والله الحمد هو جميعهم مهتمين ويثنون على دور الحاكم وافتتاح الجلسة لهم ووجوده معهم هذا، وهم بالصراحة كل عضو يحب أن يقدم وما يستطيع، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي مشروع الرد على خطاب الافتتاح ثمن أعضاء وعضوات المجلس الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو حاكم الشارقة وسعيهم في مواصلة دورهم الوطني في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني، مؤكدين أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات. وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء والعضوات صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح. لأخبار الدار نازك الشمري. في أبوظبي انطلق الملتقى السنوي الأول للمجلس الوطني للإعلام للشركاء والمتعاملين الذي يعد بداية للتواصل المباشر بين المجلس وقطاعات وأقسام الإعلام في الدولة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. حرصا من المجلس الوطني للإعلام على إطلاع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 وتبادل الآراء ووجهات النظر، جاء الملتقى الأول للمجلس للتواصل مع مختلف قطاعات وأقسام الإعلام في الدولة. الهدف هو أردنا أن نعزز العلاقة مع مختلف المؤسسات اللي في الدولة بين المؤسسات هاي وبين مجلس الوطني للإعلام في إطار الشراكات المستمرة. وأنا أؤكد مرة أخرى، نحن لا نعتبر أنه هذه المؤسسات شركاء لنا، نحن نعتبر نحن أنفسنا في خدمة هؤلاء الناس. تناول الملتقى الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، كما استعرض أهم تضمنته اللوائح التنفيذية الخاصة بالمجلس، بالإضافة لاستعراض خدمات وكالة أنباء الإمارات وخدمات متابعة المحتوى الإعلامي وخدمات التراخيص الإعلامية بالمجلس. ملتقى هذا طال عمرك من الأشياء الأساسية اللي كان من قبل لازم يصير، وفضل من الله يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. بما أن صار هذا، فهذا نوع من التواصل المباشر مع الشركاء والمؤسسات المعنية في الدولة في الإعلام. ملتقى المجلس الوطني للإعلام يعد باكورة لملتقيات قادمة بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين لخدمة قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ملتقى المجلس الوطني للإعلام للشركاء والمتعاملين يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والآراء بين الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما ينعكس إيجابا على الصورة الحضارية للدولة. لأخبار الدار محمد الهنيامي، درة العواصم، أبوظبي. ختام نشرتنا بأهم حدث رياضي اليوم على مستوى الإمارة الباسمة، وهو الديربي التاريخي بين فريقي الشارقة والشعب اللذين يلتقيان بعد قليل على استاد الشارقة في مباراة تأتي ضمن دوري الخليج العربي. هذا ويحتل فريق الشارقة المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يملك الشعب 7 نقاط مراوحا مكانه في المركز 12. ويحظى ديربي الشارقة باهتمام كبير من قبل أهالي الشارقة والإمارات الأخرى. We'll be right back.
ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير الأخير بأبرز العناوين. أرغب في أن تهب ثقافات البلاد كلها على منزلي بأقصى قدر من الحرية. حاكم الشارقة يفتتح الدورة الثانية للمؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة. الفكر والمعرفة ذلك من إدراك كامل، ونصلح وضعهم ونصلح ديونهم وإن شاء الله والخير عام والخير كثير. وكذلك حاكم الشارقة يوجه بتشكيل لجنة لعلاج مشكلة ديون المواطنين، كما يوجه بتحويل موظفي الجوازات بالمطار على الكادر المحلي. استشاري الشارقة يصادق على مشروع الرد على خطاب الافتتاح لحاكم الشارقة ويثمن ثقة سموه بالمجلس.